هذا أحد المواطنين خرج من المحكمة وراح يلتهم في الحلفاء نبات الحوت احتجاجا على ما جرى له. ثم كحمير ثم كحيوانات. أمام محكمة البيض راح يلتهم كمية من نبات الحلفاء احتجاجا على مقاضته من طرف والي ولاية البيض. يقوم بالتهام كمية من الحلفاء أمام مرأة من رجال الشرطة والدرك الوطني. وحشتوني تخبط البحر 70 مليار ولا 70 مليون جاك هذوك ما عليهمش براءة. لا زال يلتهم في كمية من الحلفة كما تنظرون. لماذا اخترت هذه الطريقه للاحتجاج امام المحكمه؟ قول لهم ما نخدموا ما نديروا حتى حياه. قال لك انتم حيوانات انتم حمير كلوا الحلفه وبلعوا حيعرفونا غير نفوتوا عليهم برك. طريقه سلميه جديده هذه اخترعناها في البيض. لاحظوا ناكلوا الحلفه ما خدموش لي بون كوموند والمشاريع كراج بكراج اللي قعدت لها من فوتها باش يعرفوا ولاية كاملة فيها كالحمير. يقول لك احنا مجاهدين مجاهدين تاع حرب.